هنروح لمتابعة آخر تطورات فيروس كورونا، وبأكد تاني على حضراتكم أولا ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وأدينا احنا شفنا يعني الحكومة النهاردة زي ما لسه كنا بنسمع من المستشار نادر سعد خلال اجتماع مجلس المحافظين، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد على توافر أدوية بروتوكولات علاج فيروس كورونا، لكن الأهم من كل ده إن احنا نقدر نمنع انتشار الفيروس قدر الإمكان، نقلل من خطورته من خلال الالتزام بالإجراءات الوقائية زي ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي. الخطورة في أنه محدش عارف الفيروس ممكن يجيله بأي شكل وبأي درجة من الحدة، فبالتالي يعني مفيش داعي إن حد ياخد الريسك زي ما بيقولوا أو ياخد يعني يتعرض لأي خطورة ليها علاقة بالإصابة. طبعا في النهاية يعني هو فيروس سريع الانتشار ونتمنى للجميع السلامة، ولكن على الأقل نحاول قدر الإمكان نحن نحمي أنفسنا ونحمي أهلينا. معنا على التليفون الدكتور أشرف عقبة رئيس أقسام البطنة العامة والمناعة بجامعة عين شمس. مساء الخير يا دكتور، أهلا بحضرتك. وإيه المطلوب لمحاولة السيطرة على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا وتقليل هذه الأعداد؟ مساء الخير يا فندم. المفروض طبعا أن احنا حاليا بنسجل أعداد زيادة عن ما كان يتم تسجيله في الشهر السابق، وده الحقيقه نتيجه دخول فصل الشتاء ووجود المواطنين في الاماكن المغلقه اللي بتدي مساحه وفرصه لزياده اعداد المصابين. وبالتالي علينا كلنا ان احنا نلتزم باساليب الوقايه من التباعد الجسدي ولبس الكمامه وغسيل الايدين، وكمان الالتزام بالاجراءات الاحترازيه اللي تفرضها علينا الهيئات والمنشآت وكمان الحكومه، علشان واحنا داخلين في اي مكان ممكن يكون في اعداد كبيره من فحص حراري وتطهير وتوعيه الى جانب التباعد الجسدي طول الوقت. اذا احنا بنعمل كده فعلا ده بيقلل معدلات الاصابه، وبالتالي ممكن نتوقع الاصابه بالفيروس والمشاكل الصحيه اللي ممكن تنجم عن هذه الاصابه. هايل. هل في ادويه معينه برضو، مقويات، فيتامينات لتقويه المناعه، ولا فقط نلتزم بالاجراءات الاحترازيه دكتور؟ وسائل الوقاية هي الوحيدة اللي ممكن تحقق فعلا الوقاية من الإصابة. اللي هيلتزم بلبس الكمامة، وخاصة في أي أماكن ممكن يكون فيها مرضى أو ناس مخالطين ممكن يكونوا سبب العدوى، هو ده اللي فعلا هينجو. لكن فكرة إن احنا ناخد أدوية علشان نعمل وقاية، الدواء اللي احنا منتظرينه هو اللقاح، واللقاح هو ده اللي حقق لنا الوقاية. اما بالنسبه للادويه والفيتامينات وكده فدي لن تحقق وقايه، ولكن احنا بندي للمرضى المصابين اللي بيعانوا من مشكله كوفيد 19 بنزود لهم في الفيتامينات علشان جسمهم فعلا يقدر يقاوم المرض. تمام. انا بشكرك شكرا جزيلا دكتور اشرف عقبه رئيس قسم او اقسام البطنه العامه والمناعه بجامعه عين شمس، شكرا جزيلا لحضرتك على هذه المعلومات المهمه.